إلى ذلك، تعمل وزارة الداخلية بمختلف إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة ووضع الخطط والبرامج في إطار شراكة مجتمعية فاعلة. يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. تعمل وزارة الداخلية بمختلف إداراتها على تسخير كافة الإمكانيات للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة ووضع الخطط والبرامج الفاعلة في إطار شراكة مجتمعية فعالة لإنجاح وتميز بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا 1، كما شهد الجماهير أجواء من المتعة والترفيه في سباقات الفورمولا 1. والله ما شاء الله، يعني وايد حلو هالسنة، وايد عجبنا، وما شاء الله بعد في الليالي مو بزحمة، يعني تنظيم وايد حلو، وايد عجبني التنظيم، وما شاء الله يعني الأجواء وايد حلوة، الفعاليات حلوة، الأجواء حلوة، الناس حلوة، يعني كل شيء حلو. لا والله كل شيء منظم، يعني المنظمين ما قصروا، مع أنه في واجد ناس مثل ما قالت، بس كل شيء كان أوكي، حلو، كل شيء حلو. طبعا في داخل الحلبة في كثير من المعارض الموجودة من البوثات اللي يحبها السائح أو اللي جاي الحلبة، مو فقط حق رياضة السيارات. طبعا كثير من السواح أو الزوار داخل الحلبة يجون حق الاثنين، حق سباق السيارات وأيضا المعارض اللي تصاحب هذه السباق. الأجواء طيبة إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، والله يدومها من نعمة سيابية، والله 10 دقائق من الرفاع لهني، ما شاء الله شيء جميل، وكل مرة نشوف شيء تميز في ما يخص الحلبة. حلبة البحرين مو بس سباق، ترى فعاليات وأشياء ومعارض، يعني الناس تستمتع مو بس بالسباق، الناس تستمتع بالأجواء نفسها اللي داخل حلبة البحرين، ما شاء الله كل سنة عن سنة ترتيب ولا أروع. يأتي هذا النجاح المتواصل لما تتمتع به وزارة الداخلية من جاهزية واحترافية عالية المستوى والخبرات التي كان لها بالغ الأثر في إبراز السباق العالمي بصورة مشرفة تليق بمكانة مملكة البحرين عالمياً.